يا صباح الأنوار، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. اليوم الحديث رح يكون عن التغيير، تغيروا عن شكلكم. طبعا هذه الآية موجودة في رسالة بولس إلى كنيسة روميا إصحاح 12. خليني أقتبس كل الآية. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. تغيروا عن شكلكم، هون مش بيتكلم عن الشكل الخارجي، لكن بيتكلم عن تغيير داخلي ينعكس إلى الخارجي. كما قال الرسول بولس: لا نفشل، وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. يعني هذا التجديد الداخلي بحسب البر والقداسة، أي الغرض أن نكون مشابهين صورة الرب يسوع المسيح، مثاله، حياته، طبيعته، صفاته، أخلاقياته، بنتمثل، بنتشبه حتى نصل إلى الكمال، إلى النضوج الكامل كما الرب أمرنا في الكلمة. تغيروا، وهي دعوة للتغيير، هي تشبه الدودة في الشرنقة التي تتحول إلى فراشة جميلة. فهكذا نحن في محضر المسيح لابد أن نتغير، في محضر المسيح لابد أن نتجدد، وفي محضر المسيح لابد أن نتمتع بحضور الله الحقيقي في حياتنا. مكتوب عن يسوع المسيح لما كان على جبل التجلي وتغيرت هيئته، شاف وجهه بيلمع مثل الشمس. وهكذا موسى في القديم لما كان مع الرب على جبل سيناء وجهه كان بيلمع، كان منور، لدرجة أن الشعب لم يستطع أن يتحمل هذا النور اللي كان صادر من وجه موسى، فطلبوا أنه يتغطى بالبرقع وأنه هو يكلم الشعب مش الله، لأنه كانوا خايفين من الله. استفانوس اللي يعني عم بيخدوا فيه حتى يستشهد ويرجموه بالحجارة، شافوا وجهه ورأوا وجهه كملاك. الشخص محضر الله بتغير، لكن إذا الشخص ما بيتغير للأفضل معناته في شيء خطأ في حياته. احنا كتير مرات بنستنى الظروف انه تتغير، بنستنى انه الأحوال تتغير، لربما في حالة زواج أو مشاكل زوجية نستنى الطرف الآخر يتغير، وضع الأسرة يتغير، وضع العمل يتغير. أحبائي، هذا قرار داخلي. أنا اليوم بصحى الصبح أنا أقرر وأصمم أنه لازم أكون فرحان بالرب، أصمم من كل قلبي أنه أربح نفس للرب، أصمم اليوم أنه مش راح أعيش بيأس ولا بتعاسة ولا بتراجع ولا بتقهقر. أنا بنعمة الرب كما يقول الكتاب أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. فهي دعوة أن أتغير اليوم حتى أكون مشابه صورة يسوع. بولس الرسول لما تكلم إلى كنيسة كورنثوس الثاني إصحاح 3 والآية 18 مكتوب: نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فإذا في محضر الله في تغيير، صلواتنا بتتغير، طلباتنا بتتغير، رؤيتنا بتتغير، نظرتنا للظروف بتتغير. لما أنا بتغير بنعمة الرب، ولما أنا بتغير بحضور يسوع في حياتي، أنا أستطيع أن أرى بمنظار إلهي وأشوف بعين إلهية أو بعين الروحية، بعين الروح. عندها أشوف أمور مش بالجسد،
ولا أمور لأنه عم بتراجع ولا لأنه أنا في الوحل. أنا بحلق مع يسوع وبشوف الأمور من منظار سماوي من الأعالي، بشوف كل شيء بيتغير في حياتي. اليوم أنت عم بتمر في حالة يائسة وبائسة، وعم بتمر في مشاكل أسرية، وعم تتساءل عن صمت الله، ليه الله مش عم بتدخل في حياتي، وانت عم تستنى انه الوضع يتغير. الوضع مش راح يتغير، لكن كيف انا ممكن اتكيف اتأقلم مع الوضع الجديد؟ هذا بيتغير في محضر الله، بمتلئ من الروح القدس، بقرأ في كلمة الله، بشهد عن يسوع المسيح، فالمنظار التغيير بيحدث في حياتي، وهذا الشيء متجدد و يعني يوميا بتم، زي ما كأنه زي كما هو مكتوب امتلئوا من الروح. كلما امتلأت من الروح القدس كلما امتلأت من حضور يسوع المسيح يسوع. كل ما اتغيرت في محضر يسوع ابتدي اشوف الدنيا كلها والحياة كلها من منظار اخر. انا بصلي انه اليوم يشفي اذهاننا، لانه الذهن والفكر هو ساحة المعركة. مكتوب لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا، تخيلات، تصورات، هادمين ظنونا، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. أفكارنا تكون مخضعة ومستأسرة لطاعة الرب يسوع المسيح. عندها بشوف الحياة كلها بمنظار تاني، بشوف الدنيا حلوة، بشوف جمال الشمس، جمال الشجر، جمال الأسرة، جمال الطبيعة، جمال البشر كلها، بشوف كل الدنيا، كل الناس إخوتي وخواتي، ما بعود في تمييز عنصري، ما بعود أي شخص يعني يتكلم بشيء سلبي على الآخر. بتشوف كل الدنيا من خلال رؤية يسوع المسيح. وأنا بصلي اليوم إنه أذهاننا تتغير، حياتنا تتغير، عقولنا تتغير، فكرنا يتغير بمحضر الرب يسوع المسيح. وعلى فكرة إذا محتاج لصلاة شاركنا، بنحب نصلي معك. وإذا أعجبك هذا الفيديو حط لايك، وكمان اعمل شير حتى توصل الرسالة لأكبر عدد ممكن. الرب يكافئك والرب يباركك أيضا. شكرا كتير.